السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو استقبال أحد الطلاب الجايين على مطار موسكو في مدينة دبا. هسه راح أحجز التاكسي وأروح عليه بالمطار، وراح أصور لكم هناك بالمطار. وأعتقد هو واصل هسه، بس عنده إجراءات مال الدخول ومال الجنط وهاي الشغلات، بين ما أوصله هو يكون ماخذها. فتابعوا. محمد هذا بالتحديد اليوم راح يدرس التماسك، شنو؟ يبي المعنويات 100% 100%. تفتيش الله حفظ المعنويات شوي. يلا 4 ساعات. اي 4 ساعات. اي 4 ساعات، وانا جيت هناك على السريع، بس اقول لحسن متاخر علي، وظلت ساعتين منتظر. ايش تقول؟ والله اقول رجال كويس شباب، واللي بيطلع دعوه يطلع عن طريقه. شكرا جزيلا. 100% وارخص شيء. اي هاك هو. لا امس ثلاثة يومين على واحدة. ومثل ما شفتوا استقبال الطالب اللي سجلته من المطار، الآن وصل للفندق. بس يعني هذا الفيديو أنا سجلته بعد يومين من الاستقبال، على ما احنا كملنا التسجيل وصادفتنا بعض المشكلات. هسه راح أحكي لكم عليها حتى من تجون لا تقعون بهاي المشكلة أو الأكثر من المشكلة. أول شيء اللي صارت إنه من إجا شوية كان متأخر، ف يعني هسه يا دوب يلا راح نلحق نسوي له تجديد الفيزا، فلازم يكون تجديد الفيزا قبل 40 يوم من ما تخلص. قبل 40 يوم لازم أنت تكون مقدم عليها، بعد 40 يوم يعني ممكن شوية يصير صعبة. والمشكلة الرئيسية اللي واجهتنا إنه هو قال أنا راح أجيب الفلوس مالي بالفيزا كارد، كلهن حاطين بالفيزا كارد، فمن جابها يعني مو كل البنوك اشتغلت عليها، ما أعرف، حتى البنك الرئيسي ما أعرف شو صارت مشكلة، ليش ما أعرف ليش البطاقة ما تسحب، وبغير بنك سحبت بس مبلغ يعني مو هو يعني ما يكفي قسط الجامعة ونص قسط الجامعة. يعني حاولنا يوم كامل، راح منا بنك ثاني بنك ثالث بنك، هذا ما صارت طريق. طبعا موسكو من مكان لمكان يعني وقت، وخصوصا اذا بالمترو، واذا بالتاكسي مرات يصير ازدحام وياخذ وقت اكثر من المترو. اليوم اللي بعده يعني اليوم اللي ورا اساس انه قلنا اوكي راح حولوا الهيا على الويسترن يونيون. بعد ما صار وحسحبوها وحولوها للويسترن يونيون، جينا دا نستلم المبلغ عن الويسترن يونيون، كان يقول والله الويسترن يونيون هذا مبلغ كبير احنا ما نعطيكم اياه، لازم تسوون حجز وتجون تستلمون يا الجمعة يا يوم الاثنين، ويعني ولازم يكون الدفع يعني بوقت سريع، يعني الجامعة بعد ما تستقبل يعني ممكن
تصير له مشكلة أو فد شيء. فيوم الخميس يعني ما سوينا ذاك الشيء، مجرد احنا اللي تقدمنا على بطاقة الطالب وهالشغلات. ف يعني ضاع اليوم، احنا بس رحنا للساحة الحمراء وهالشغلات، صورنا هناك. اليوم الجمعة، اليوم الجمعة رحنا على البنك دا نستلم على الويسترن يونيون. كان يقولون يا بل الويسترن يونيون ماكو حوالة. شلون ماكو حوالة؟ انتم مو يقولون احجز وانتظرناكم يومين، ماكو حوالة، شو نسوي؟ رحنا على بنك ثاني، كان يقولون والله ماكو حوالة. اذا المشكلة اتصلت على الفرع الرئيسي، طوني رقم الفرع الرئيسي مال الويسترن يونيون. اتصلت عليه قالت لي رد الرقم، ردت هي قالت ماكو. اتصل على المكان اللي حولت من عنده، خلي يحلك المشكلة. ويعني الويسترن يونيون دائما يصير به مشاكل، كلش مزعج. وانا جوالي صار سنتين محظور وما اعرف شنو السالفة، ليش انحظر ما ادري. يعني ما محول عليه مبالغ كبيرة وما اكون فد ناس هواي يحولوا لي عليه حتى ينحضر، ليش ينحضر ما اعرف. ليه هسه واحد حول لي علي مبلغ يعني 300 دولار، جيت قلت بلكي مفتوح، رحت دا استلم نفس الحالة. بعدها بزين رجعوا حولوا على الماني جرام. ماني جرام يعني اللي استلم مالي يكون من البنك، من سبير بنك، فيكون اسهل بهواية والحولة توصل بسرعة. فاذا احد عنده ماني جرام خليه يحول على الماني جرام افضل. فرحنا استلمناها بالماني جرام، رحنا بدنا نصرف الفلوس، طلع بالسبير بنك ناطينا 800 دولار مختومات. مين مختوم؟ من عندهم؟ هو مختومات. يعني انتو نفسكم ما تنطون، ما تقبلون، يعني بروسي تعرفون كل الزين انه ما ينطون فلوس مختومة. شلون تنطون؟ ما شفتها، قلت هاي من روسيا اكيد، رحت اصرفها ما صرفتها كاملة 800. رجعت عليها كانت تقول والله سوا كنت غدا عاد رحنا وفي السالفة، قلنا حتى نلحق على الاقل ندفع شيء. عاد كملتها من البطاقة مالي، كم دفعتها؟ دفعناها حتى نرجع حتى نلحق، يعني خاف تصير مشكلة تأخير دفع كل شيء. هاي صار له، رجعنا بعد ما دفعنا وخلصنا، اوكي هسه تمام، خدنا الورقة انه دفعنا خلاص. اجينا على تجديد الفيزا، وقبل يوم هم رحنا بدنا نوقع العقد، كان يقول اكو لا انت لازم تروحون على الشركة تدفعون الفلوس وتاخذون منهم ورقة. فرجعت قلنا لهم هاي الفيزا راح تخلص، قالوا لا تعالوا الاسبوع الجاي عمود نسوي لكم. قلت لها يعني الورقه راح، الفيزا ما انت راح تخلص، حيكون مقال اقل من شهر، اقل تقريبا شي 22 23 يوم. عشان تشوفها عشان تقول ها انت دافعين مال الفيزا لا تدفعون. قلت لها هي دافعين هذا 1600 روبل وهذا كل شيء دافعين، هذا حتى الوصل هي موجود. عشان تقول زين لا تعال يوم الثلاثاء حتى نسوي لكم تجديد الفيزا حتى قبل ما تسوون توقيع العقد، ويوم الخميس تسوي مسافة توقيع العقد وحتى يقدر الطالب يروح يداوم ويستلم بطاقة الطالب مالته. قلنا يا بزين. فعاد من ذاك هاي اليوم يعني العصر خلصنا، رجعنا رحنا عليهم ما اعرف ايش، بس عاد بقت يعني ان شاء الله كملت ماكو اي مشكلة. فهذا حكيت لكم اليوم حتى لا احد يوقع بهاي السالفة. من يجي خلي يجيب وياه فلوس كاش افضل، يجيب ويا دولارات وما تكون مختومة وما تكون قديمة زين، حتى يقدر يصرفها. وأي بنك ممكن يصرف الحياة، ويروح على البنك اللي يصرف أكثر. يعني ممكن سبير بنك يصرف، كان اليوم 63 من 13، أنا راح أخذت على بنك صرف 64.35. يعني شوف الفرق، يعني بالمبالغ الكبيرة طلع لك فرق كلش هواية. أي فالكاش افضل، جيبها وياك وحافظ عليها، تقدر تخليها بجيبك مثلا، جيب الستره ينطبق، مثلا عندي ستره مثلا جيبها منها ينطبق بدقمه او فتشي، حتى تحافظ على الفلوس تسدها دائما، انت لابسها وتطبق عليها وجات اتاكد من الجيب انه مشبوكه او فتشي، دائما شوف اتاكد اذا الفلوس ما رايحه بمكان او فتشي. هاي الشيء الثاني انه لا تتاخر، اول ما تطلع الدعوه سوي الفيزا وتعال مباشره، مباشرة. لا تقول والله لا اريد انتظر وما اعرف ايش وانا عندي وقت، لازم تقدم على الفيزا بسرعة. تجديد الفيزا يحتاج له انك تقدم عليه بوقت. وسالفة الاقامة، همات دير بالك تجي وتبقى بروسيا اكثر من 7 ايام بدون اقامة. طبعا هو ما اجي مباشرة قلت الفندق سوي له اقامة مباشرة بنفس اليوم حتى لا تصير مشاكل وهاي الشغلات. انه بعد ال7 ايام راح تنكتب عليه مخالفة 5000 روبل تقريبا، هذا الشيء 90 دولار هيج، فممكن مخالفة وتصير له شغلات، فابقى منتبه.
وقبل ما تدفع فلوس سكن او ما اعرف ايش، روح شوف السكن يعجبك او لا يلا تدفع. مثل طالبة اعرفها دفعت فلوس سكن، راح طلع على سكن كلش مو زين، يعني مو سكن الجامعة، سكن مع شركة كان، وبعدين قالت ارد اغيره، وبعدين ما صار الا هو هاي الشغلات. فلهنا اكون وصلت لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو فاتكم، ويعني البداية يعني حلو كان والاستقبال وهاي، واللي يريد استقبله يريد يجي على موسكو واستقبله، فخلي يتواصل وياي، روابط التواصل موجودة بالوصف، يعني الأرقام الحسابات اللي يريد أقدم له أو أستقبله بالمطار مال موسكو، خلي يتواصل وياي. فمع السلامة.